ومن غزة مشاهدين نبدأ جولة مترو الصحافة لليوم، بداية أبدأها مع العناوين العالمية. نشر على موقع رويترز: الأسد يثير احتمال الصدام مع القوات الأمريكية في سوريا. قال الرئيس السوري بشار الأسد أن على الولايات المتحدة أن تستقي العبرة من العراق وترحل عن سوريا، ورد على وصف الأمريكي دونالد ترامب له بأنه الأسد الحيوان قائلاً: إن الكلام صفة المتكلم. وفي مقابلة مع قناة روسيا اليوم، أثار الأسد احتمال وقوع صدام مع القوات الأمريكية إذا لم تغادر سوريا، وتعهد باستعادة المناطق التي تنتشر فيها قوات أمريكية عبر المفاوضات مع حلفاء واشنطن السوريين أو بالقوة. ويبدو من الصعب الآن التفوق عسكرياً على الأسد المدعوم من روسيا وإيران في الحرب التي أدت لمقتل نحو نصف مليون شخص، وشردت نحو 6 ملايين داخل الدولة، ودفعت 5 ملايين آخرين للفرار إلى الخارج ليصبحوا لاجئين. وفي سكاي نيوز: الصليب الأحمر سنرسل جراحين إلى غزة. قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سترسل فريقين من الجراحين إلى غزة لإقامة وحدة جراحية في المستشفى الرئيسي بالقطاع، وسيعالج الفريقان حالات الإصابة الشديدة من الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين. وقال روبرت مارديني مدير الصليب الأحمر لشؤون الشرق الأوسط: هذا المزيج من الخبرة الطبية والمستلزمات سيعجل مرحلة الشفاء الطويلة، وسيخفف الحمل عن نظام الرعاية الصحية المثقل بالأعباء. ونقل مارديني في قوله أن 13,000 أصيبوا منذ بدء الاحتجاجات في 30 مارس. وفي روسيا اليوم: بوتين: الأولوية لتعزيز القدرات النووية في تطوير القوات المسلحة الروسية. صرح الرئيس الروسي بوتين بأن القدرة القتالية للجيش الروسي تعد ضماناً لحماية المصالح الروسية والحفاظ على التوازن في العالم. وقال بوتين خلال مراسم تقديم الضباط الذين تم تعيينهم لمناصب العليا في موسكو: تعد القدرة العالية لقواتنا المسلحة وتطويرها وشجاعة الجنود والضباط الروس ضماناً للحماية الثابتة لسيادة واستقلال روسيا، وضمان مصالحها وأمنها الوطني، وضمان التوازن في العالم والسلام على كوكب الأرض. وذكر أيضاً أولويات تطور المجال العسكري، مشيراً إلى أن الحديث يدور عن تعزيز القدرات النووية وتحسين نظام تسليح القوات المسلحة الروسية والأسطول الروسي والتطوير المتزن لجميع أنواع القوات الروسية. وأخيراً في القدس العربي: ليفني: نتنياهو يستجدي حماس. هاجمت تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب الأحداث الأخيرة في غزة. وقالت ليفني: ها هو نتنياهو يرفض الرد على غزة، بل ويستجدي منهم الهدوء، لذا يجب وقف هذه المهزلة السياسية والتحرك بشكل شامل ضد قطاع غزة. وسخرت ليفني بالقول: ادعى نتنياهو قبل انتخابه أنه سيقضي على حكم حماس حين توليه القيادة، لكنه كان سبباً في إطلاق سراح العديد منهم، بمن فيهم زعيم حماس بغزة يحيى السنوار. إذا مشاهدينا، كانت هذه أهم العناوين والملفات العالمية لهذا اليوم. معي في الاستوديو لحديث عن هذا الموضوع ضيف حلقة اليوم من مترو الصحافة عضو الكنيسة من القائمة المشتركة دكتور يوسف جبرين. أهلا بك دكتور يوسف معنا اليوم. دكتور يوسف، إحنا شفنا إنه من بين أحد العناوين إنه تسيبي ليفني وزيرة الخارجية السابقة تهاجم بيبي نتنياهو وتطلب منه أنه لم يعد في قصف غزة وأن هذه مهزلة سياسية. ما هو تعقيبك على ذلك؟ نعم، أعتقد أن يعني تصريح تسيبي ليفني، وهي من المفروض أن تكون يعني من أقطاب المعارضة، والآن هي كأنها تزاود على حكومة اليمين وتريد التعامل بيد حديدية أكثر وعدوانية أكثر ضد أهلنا في غزة. هذا التصريح يثبت برأيي أولا يعني أزمة الحكومات المتواصلة في إسرائيل، وكما يبدو فشلها فعلا الآن في التعامل مع قضية قطاع غزة من خلال المزيد من القوة ومن خلال المزيد من الحصار والمزيد من الإجراءات الانتقامية ضد أهلنا. تسيبي ليفني من حكم يعني مكانتها في المعارضة كان من المفروض أن تطرح بديل،
لسياسة نتنياهو العدوانية، بديل يتحدث عن مفاوضات، يتحدث عن سلام، يتحدث عن ضرورة وجود أطر دولية أيضا يعني تقوم بترتيب العلاقة من وجهة النظر الإسرائيلية طبعا مع قطاع غزة. ولكن للأسف نرى العكس، نرى أن هنالك تنافس الآن في إسرائيل، من هو متطرف أكثر، من هو عدواني أكثر، من يقوم بجرائم حرب أكثر. ويعني قد يقول قائل أن يعني السياسة في إسرائيل الآن تقترب من انتخابات قادمة في الأشهر القريبة، والكل الآن يحاول أن يكسب نقاط على حساب طبعا أهلنا وحقوق أهلنا في قطاع غزة. هذا ما كنت سأنوه إليه، أن هذه استغلال أهل غزة والقصف على غزة من أجل خدمة مصلحات الداعيات الانتخابية. ولكن أنتم كأعضاء كنيسة في قائمة مشتركة تسمعون هذا التصريح التحريضي، ما ردكم عن هذا؟ هل تسكتون أم تصمتون أم تردون؟ ما هو ردكم؟ لا طبعا يعني نحن في القائمة المشتركة للحقيقة في الأشهر الأخيرة كنا تقريبا المعارضة الوحيدة في الكنيسة للإجراءات الإسرائيلية وللعدوان الإسرائيلي على أهلنا في غزة، للقتل المستمر هناك، وأهلنا يعني يدفعون ثمنا غاليا. سمعنا صمت أو دعم من المعارضة في المعسكر الصهيوني ومن يش عتيد، ولكن حتى حزب ميرتس يعني الذي يظهر أحيانا وكأنه يعني حزب يساري يدعو إلى السلام وإلى آخره، في قضية يعني قطاع غزة رأيناه عمليا يقف إلى جانب الحكومة وإلى جانب الجيش وإلى جانب يعني الخطوات العسكرية. لذلك صوتنا هو صوت المعارضة الأساسي، ونحن الآن أيضا نتعرض لتحريض متواصل بسبب هذه المواقف، نتعرض لتحريض متواصل في الإعلام العبري المرئي والمسموع وأيضا في الكنيسة، حتى أنه موقفنا الشرعي طبعا وواجبنا في دعم نضال أهلنا ودعم كفاحهم ودعم تحررهم الآن يتم معرضه في الإعلام الإسرائيلي وفي الكنيسة كأنه تضامن مع العدو بين مزدوجين، مع عدو إسرائيل، وبالتالي عملية التحريض لم تتوقف يوما. حتى عندما نبادر إلى يعني نقاشات داخل الكنيسة تتعرض للضحايا الفلسطينيين يتم عرضها وكأنها نقاشات تضامن مع أعداء إسرائيل. هذا هو الواقع اليميني الآن في إسرائيل، نحن طبعا نواجهه سواء في طروحاتنا في البرلمان أمام الإعلام العبري، ولكن أيضا أمام الرأي العام الدولي، وهذا جزء أساسي طبعا من عملنا. أنت ذكرت الإعلام العبري، الإعلام العبري يتقمص روايات الرواية الإسرائيلية ويتجند لصالح الحكومة في وقت الأزمات. نعم. وهذا يؤثر على أن عضو الكنيسة العربي الفلسطيني وأيضا الشارع الفلسطيني هم أعداء. بأي آليات تتعاملون لتصليح أو لتعديل هذه الصورة المشوهة؟ يعني الحقيقة فعلا هذا تحدي كبير، يعني من جهة نحن نريد أن نخاطب الرأي العام في إسرائيل، نريد أن نخاطب السياسيين، نريد أن نخاطب الصحافة والإعلام في إسرائيل، فبالتالي نحاول قدر الإمكان أن نعرض هذا الموقف رغم التحريض الذي نراه يعني ونشهده حينما نكون بهذه المقابلات الإذاعية. نعرض يعني كيف أن نتنياهو يقود المنطقة إلى عملية دمار من خلال سياسته. نعرض رغبة نتنياهو بإكمال السيطرة على الأراضي الفلسطينية سواء في غزة أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 بالضفة. نعرض كيف أن نتنياهو عمليا يسير باتجاه يعارض كل الشرعية الدولية. فلذلك نلجأ إلى يعني لغة قد فعلا يعني تجد أذان صاغية في المجتمع الإسرائيلي. بالمقابل يعني نجد احيانا حتى يعني الصحفي الذي يحاورنا هو بنفسه يعني ياخذ يعني مكانه المحرض وهو مجند لصالح الروايه الاسرائيليه والصهيونيه واليمينيه ويبدا يعني بالتحريض ايضا علينا. نحن نقول ان هذا جزء من واجبنا، ولذلك نحن نقوم برايي يعني واقول ذلك ايضا لكافه زملائي يعني بشجاعه في عرض الموقف الفلسطيني امام الراي العام من خلال كما قلت نقاشات داخل البرلمان في اللجان في الهيئه العامه، من خلال خطاب للاعلام العبري قدر المستطاع، من خلال ايضا يعني التوجه للاعلام الدولي وهذا برايي مهم، وايضا في الاسابيع الاخيره كان لنا العديد من النشاطات الدوليه، لقاء مع يعني مسؤولين اوروبيين، مسؤولين في الامم المتحده، فقط يعني قبل يومين كان لنا لقاء ايضا مع وزير الخارجيه البريطاني لشؤون الشرق الاوسط. هل هم مطلعون بشكل كافي هذه المؤسسات وهذه الجهات وهذه العناوين مطلعه بشكل كافي على وضعيه
العضو الكنيسة الفلسطيني في الكنيسة والشارع الفلسطيني والمواطنين الفلسطينيين، أم هي أمور رسمية وشكلية فقط؟ في اعتقادي اطلاع يعني الجانب الدولي هو ليس كافي، ومن هنا أهمية لقاءاتنا. ويتقمصون يعني الرواية الإسرائيلية أيضا، هم ينكشفون الإعلام الإسرائيلي. بالطبع هم يسمعون أكثر الرواية الإسرائيلية، يستلمون الكثير من يعني الرسائل والتوضيحات من يعني السفارات الإسرائيلية في كل الدول، بما في ذلك في يعني مقرات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. هنالك أيضا الإعلام يعني الأجنبي الذي أيضا يعني يكون قريب أكثر للرواية الإسرائيلية. لذلك التحدي أمامنا أولا أن نوضح الصورة على حقيقتها، أن نظهر العدوان الإسرائيلي أمام الضحية الفلسطينية، أن نظهر أن يعني طرحنا هو العادل وهو الذي يتماشى مع النظام الدولي، مع القانون الدولي، مع قرارات الأمم المتحدة، مع قرارات حتى مجلس الأمن الدولي. وأنا أقول بصراحة يعني عادة عندما نعرض هذه المواقف على المستوى الدولي نحوز على فعلا يعني على يعني دعمهم وعلى تشجيعهم لمواقفنا، لأنها هي المواقف التي تتمشى مع الرأي العام الدولي. هنالك أهمية أيضا لهذه اللقاءات لأننا نكون بتفنيد الرواية الإسرائيلية، ونوضح لهم كيف أن هنالك كل الوقت يعني تجيير للإعلام ليخدم ليس أجندة يعني ليس فقط يعني أجندة يعني الرأي العام في إسرائيل، وإنما تحديدا أجندة الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة نتنياهو.